الله تعالى في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وترد لفظة الرياح في آيات كثيرة، ثم نجد في آيات أخرى لفظ الريح. يقول الله تعالى في سورة الزاريات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. فما الفرق بين ريح ورياح؟ اللغة لا تفرق بين ريح ورياح إلا في المفرد والجمع. المشهور عند المفسرين أن لفظة الرياح إذا جاءت في القرآن فإنها تأتي في موضع الرحمة، وإذا جاءت لفظة الريح فإنها تأتي في موضع العذاب، وعللوا ذلك بأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء، أما ريح الرحمة لينة متقطعة، لكن هذا الأمر ليس قطعيا. يقول أبو حسن الرماني: جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاث: الجنوب والصبا والشمال، وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة وهي الدبور.